الشيبة، لأن يعني هذه الشيبة هذه باقي الناس يعني ما عارفينش معلومات واضحة عليها، وأن كثير من الإشاعات يعني كتقول الناس أنها مسمومة وأنها يجب أن لا تستعمل، وهذا كذب، لأن هذه شائعات فقط. إن الشيبة نبات جيد، والشيبة هي التي يجب أن تستعمل الآن، وأن الخطأ في الاستهلاك وفي يعني هذه الأشياء هذه حتى من الناحية الإيديولوجية، الناس في البوادي الآن ما كيعلموش الناس في المدينة هذه الأشياء، وهذا هذا خطأ. أن النعناع ما كيشربوش به الناس أتاي في الحال البارد، ملي كيدخل يعني شهر 10 شهر أكتوبر صافي ما بقاش النعناع، ما كيبقاش النعناع، لأن كيولي خسر أتاي. يعني النعناع هذا الوقت كيخرج الجبر من الورقة، يعني كيبدا ينبت، ويعني ما كيخصش الناس يستعملوه كاع نهائيا في الفصل البرد، لان الله خلقه يبرد الجسم، هو فيه ماده التينول، مكون التينول، وماده هذا التينول كتبرد. الله خلقه للصيف، والشيبه هي كتسخن على عكس النعناع. الشيبه هي اللي خصهم يشربوا بها الناس دابا في هذا الفصل البارد، هي اللي خاصها الدار في اتاي، والدار حتى مع الحليب. يعني هذا الشيبه هذه يعني بحال كما كيديروا الزعتر مع الحليب، ممكن حتى الشيبه ممكن حتى هي الدار مع الحليب، بحال العرش ديال الشيبه الدار حتى مع الحليب. هذا هو الاستعمال يعني اللي كنستعملوها دائما في البيوت، كنعرفوا بان الشيبه كدار مع الحليب سخون، وايضا مع اتاي. نعم، هي الطريقه اللي عارفين الناس، وهي اللي معروفه. ولكن كاين يعني كاين الناس كيسمعوا هذه الاشاعه ديال انها مسمومه، هي الزيت الشيبه هو اللي مسموم، وجميع الزيوت النباتات مسمومه ماشي غير الشيبه، لان هذه الزيوت هي مركزه، وطبعا الكميه غادي تصعب على الناس شحال غادي ياخذوا، بما في ذلك زيت الحبه السوداء. كل الزيوت المستخرجه من النبات هي مسمومه بالكميه يعني المرتفعه. نعم، استعمالات اخرى ماشي للاكل، يمكن استعمالات تجميليه او اشياء اخرى اللي بغى يدهن بها. نعم، ولكن من الاحسن يستعملوا الناس اللي كيبغيو ياكلوا العشبه ياكلوها فاينه، ما يقطروها، ما يستخرجوا منها اي شيء. اما تنقع في الماء يغليوها في الماء تشرب، اما الدار مع الاكل يكون احسن. لان هذه الكميه اللي كيشربوا الناس ديال الزعتر غير سامه، والكميه اللي كيشربوا ديال الشيبه غير سامه. الناس كيديروا زيت العراج ديال الشيبه في البراد، هذا قدر غير سام، حتى ثلاثه العراج في البراد ما يضروش الناس، وهي غير مسمومه بهذه الكميه اللي كيستهلكوها الناس. بالعكس، هي فيها مزايا جيده. الاسم ديالها هي احنا كنسموها في المغرب الشيبه، هي بالفرنسيه لابسانت، وبالانجليزي الورمود، وتسمى بالعربيه الفصحى الشويله، يعني بعض الاسامي لقيناها بحال الشويله او الشيح الرومي، يعني هاد الاشخاص اللي بغاو يبحثوا في الانترنت، ولكن ما يعني ما نوصيهمش ما نشجعهمش على البحث في الانترنت، لانه مش سهل، لان البحث في الانترنت خاص الناس يتعاملوا معه على اساس باحثين باش يعرفوا على الاقل يميزوا من داكشي اللي كيميزوا هذاكشي اللي كيصدر. قناة نصائح وإرشادات مجانية. يعني هذا الشيبة كتسخن، والشيبة عندها مزايا قوية جدا، منها الآلام ديال المعدة. يعني هذا الشيبة ملي كتشرب كتحيد الآلام ديال المعدة، وجيدة كذلك اللي كتسخن الجسم كما قلنا. علاش؟ لأن فيها فلافونويدات، والفلافونويد المسموم هو مادة التوجون، ومادة التوجون طبعا هي لا توجد بتركيز مرتفع، ولكنها في الزيت تكون بتركيز مرتفع، ولذلك الناس اللي كيشربوا الشيبة ما عندهم أي مشكل. وهذه مادة الأبسنتين ولا نابسنتين هي مواد حارة كتعطي المرارة للشيبة، ولذلك يعني هذه المادة هذه الفلافونويدات هي اللي مزيانة، لأن فيها حتى مادة السيليكا، هذه المكونات ديال مذاق المر ديال السيليكا والابسنتين والانابسنتين، ماده التوجون، هذه هما المواد اللي يعني موجودين غير في الشيبه. والشيبه كيلاحظوا الناس على النور، اللون ديالها فضي، هو لون كذلك يعجب في العين هذه. فهي تحد من الم المعده، وهي كيشربوها النساء قبل الولاده، كيشربوها لانها كتسهل الولاده، حيث كتحيي جميع الالام من الجسم. وكانوا كيستعملوها من قبل، كانت تستعمل حتى لخفض الحمى يعني في الجسم. وهي علاش سموها بالانجليزيه يعني الانجلو ساكسون سموها الورمود، لان كانوا كيقتلوا بها الديدان ديال الامعاء، كانت تستعمل في الطب القديم لهذه الديدان ديال الامعاء، وهي جيده للجهاز الهضمي وكذلك تسخي الجسم. علاش؟ لان ما فيهاش مكونات غذائيه، هي فيها فلافونويدات، فيها مكونات صحيه كذلك تسهل حتى يعني تنشيط الدوره الدمويه، وكذلك تنشيط يعني دقات القلب، يعني بالنسبه للاشخاص اللي عندهم هذا المشكل هذا. ولذلك هي تستعمل في فصل البارد، لان غالبا فصل البارد الناس ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا مع المشروبات، خصوص الشاي كيشربوا الزعتر. نعم،
ولكن الشيبة هي مشروب بحال دارد وغادي تبقى صالحة حتى لشهر 4، هي تبقى حتى لشهر 4 يعني في الأفريل ما كاين أي مشكل. هي ما شبه بعد نعم، حيت الآن الله سبحانه وتعالى خلق الكون متوازن، يعني ما كاينش معنى دابا كاين الشيبة والمغرب فيه أشياء، يعني ممكن نلقاو يعني البديل في أي فصل إن شاء الله، ممكن الناس يستافدوا من هذه الشيبة وحتى الأطفال الصغار يشربوها مع الحليب جيدة باش تسخن الأطفال. هي فقط كيف ذكرتي يعني فيها بعض المكونات اللي كتجعلها أنها شي شوية مرة، فبالتالي حتى الاستعمال ديالها يمكن غير كنديرو غير شي شويه في المطايل وعاد كنغطوها مع اتاي، يعني كاين مجموعه ديال الاستعمالات في طريقه الاستهلاك. لكن الكميه اللي كنستعملو جوج عراش ما كتخليش المذاق ديالها يبان، هذا المذاق مر، هي ماده الابسنتين ولا نابسنتين، هي مره يعني حتى الزعتر مر، يعني جميع الاعشاب الطبيه هي مره، ولكن الشيبة عندها مذاق بالعكس، هي عندها نكهه لا في امكانه كينكهوا بها بعض المشروبات الكحوليه يعني في الدول الغربيه، حتى منعوها، كاين قانون كيمنع الان استعمال الشيبه لتنكيه هذه المشروبات لان هي في نفسها مخدر. يعني بالكميه الكبيره يعني الزيت ديالها، طبعا احنا ما كنتكلموش على الزيت ديال الشيبه، ولكن الشيبه كنبات هي النبات جيد، وهي موجوده في حوض البحر الابيض المتوسط، المغرب من الدول اللي فيهم الشيبه بكثره، اللي يمتاز بهذا الانتاج المتنوع، وهو المغرب بلد شيبه يعني لهذا يعني البحر الابيض المتوسط من الجهه السفلى، والمغرب هو اول دوله منتجه للشيبه. نعم، دائما كنتسالوا على بعض الناس اللي عندهم بعض الامراض المزمنه واش ما عندهم حتى شي اشكال انهم ياخذوا هذه الماده اللي هي الشيبه. ليس اي هناك اي مشكل، لان ما عندهاش مشكل املاح خطيره بحال البوتاسيوم بالنسبه للناس اللي يديروا التصفيه ولا شيء، بالعكس هي منشطه للجسم وليس هناك اي تحفظ، كما قلت هي الناس كيتكلموا على السموم ديالها، ولكن حنا سامه اذا استعمل الزيت ديالها، الزيت ديالها لا اصيب استعمال الزيت ديال الشيبه ولا حتى بالتقطار ديال الشيبه لانه خطير، لان كيركزوا هذوك المنتوجات، ولكن الشيبه بالكميه اللي كيستهلكوها المغاربه هي جيده للجسم، هي جيده، يعني عرش ولا جوج العراض ديال الشيبه في البريد ديال اتاي ولا في الحليب ولا اشياء هي جيده، يعني في جميع المشروبات السخونه تدار في الشيبه، ماشي غير الشاي. نعم، على اي دكتور دائما كيف كتقول الاستهلاك المتوازن للاشياء هو اللي يمكننا اننا نستافدوا منها ونستافدوا يعني من جميع المكونات اللي فيها. نعم، ولذلك الناس اللي كيشربوا الشيبه ما عندهم اي مشكل، وهذه ماده الابسنتين ولا نابسنتين هي مواد حاره كتعطي المرارة للشيبه، ولذلك يعني هذه الماده هذه الفلافونيدات هي اللي مزيانه، لان فيها حتى ماده السيليكا، هذه المكونات ديال مذاق المر ديال السيليكا والابسنتين ولا نابسنتين، ماده التوجرم، هذه هما المواد اللي يعني موجودين غير في الشيبه، والشيبه كيلاحظوا الله على النوز لون ديالها فضي، هو لون كذلك يعجب في العين هذه، فهي تحد من الم المعده، وهي كيشربوها النساء قبل الولاده، قبل الولاده كيشربوها لانها كتسهل الولاده، حيث كتحيي جميع الالام من الجسم، وكانوا كيستعملوها من قبل، كانت تستعمل حتى لخفض الحمى يعني في الجسم، وهي علاش سموها بالانجليزيه يعني الانجلو ساكسون سموها الورمود. قناة نصائح وإرشادات مجانية. لأن كانوا كيقتلوا بها الديدان ديال الأمعاء، كانت تستعمل في الطب القديم لهذه الديدان ديال الأمعاء، وهي جيدة للجهاز الهضمي وكذلك تسخن الجسم، علاش؟ لأن ما فيهاش مكونات غذائية، هي فيها فلافونيدات وفيها مكونات صحية، كذلك تسهل حتى يعني تنشيط الدورة الدموية وكذلك تنشيط يعني دقات القلب يعني بالنسبة للأشخاص اللي عندهم هذا المشكل هذا، ولذلك هي تستعمل في فصل البارد، لأن غالبا فصل البارد الناس ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا مع المشروبات، خصوص الشاي كيشربوا الزعتر، نعم، ولكن الشيبة هي مشروب بحال بارد وغادي تبقى صالحة حتى لشهر 4، هي كتبقى حتى لشهر 4 يعني في الأفريل ما كاين أي مشكل. هي ما شبه بعد نعم، حيت الآن الله سبحانه وتعالى خلق الكون متوازن، يعني ما كاينش معنى دابا كاين الشيبة والمغرب فيه أشياء، يعني ممكن نلقاو يعني البديل في اي فصل ان شاء الله، ممكن الناس يستافدوا من هذه الشيبه وحتى الاطفال الصغار يشربوها مع الحليب جيده باش تسخن الاطفال. هي فقط كيف ذكرتي يعني فيها بعض المكونات اللي كتجعلها انها شي شويه مره، فبالتالي حتى الاستعمال ديالها يمكن غير كنديروا غير شي شويه في المطايل وعاد كنغطوها مع اتاي، يعني كاين مجموعه ديال الاستعمالات في طريقه الاستهلاك. لكن الكميه اللي كنستعملوا جوج عراش ما كتخليش المذاق ديالها يبان، هذا المذاق المر
وهي مادة الأبسنتين ولا الأبسنتين هي مرة يعني يحتز زعتر مرة يعني جميع الأعشاب الطبية هي مرة. ولكن الشيبة عندما بقي بالعكس يعد نكهة علاش يعني كانوا كينكهوا بها بعض المشروبات الكحولية يعني في الدول الغربية حتى منعوها كان قانون كيمنع الآن استعمال الشيبة لتنكيه هذه المشروبات لأن هي في نفسها مخدر يعني بالكمية الكبيرة يعني الزيت ديالها طبعا احنا ما كنتكلموش على الزيت ديال الشيبة ولكن الشيبة كنبات هي النبات جيد وهي موجودة في حوض بحر أبيض متوسط المغرب من الدول اللي فيهم الشيبة بكثرة اللي يمتاز بهذا الإنتاج المتنوع وهو المغرب بلد شيبة يعني هذا يعني البحر الأبيض المتوسط من الجهة السفلى والمغرب هو أول دولة منتجة للشيبة. نعم دائما كنتسألوا على بعض الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة واش ما عندهم حتى شي إشكال أنهم ياخذوا هذه المادة اللي هي الشيبة. ليس أي هناك أي مشكل لأن ما عندهاش مشكل أملاح خطيرة بحال البوتاسيوم بالنسبة للناس اللي يديروا التصفية ولا أشياء بالعكس هي منشطة للجسم وليس هناك أي تحفظ كما قلت هي الناس كيتكلموا على السم اللي ديالها ولكن حنا سامة إلى السام الزيت ديالها الزيت ديالها لا أصيب استعمال الزيت ديال الشيبة ولا حتى بالتقطار ديال الشيبة لأنه خطر لأن كيركزوا هذوك المنتوجات ولكن الشيبة بالكمية اللي كيستهلكوها المغاربة هي جيدة للجسم هي جيدة يعني عرش ولا جوج العراض ديال الشيبة في البراد ديال الأتاي ولا في الحليب ولا أشياء هي جيدة يعني في جميع المشروبات السخونة تدار في الشيبة ماشي غير الشاي. نعم على أي دكتور دائما كيف كتقول الاستهلاك المتوازي للأشياء هو اللي يمكننا أننا نستفدوا منها ونستفدوا يعني من جميع المكونات اللي فيها. نعم شكرا جزيلا لكم دكتور محمد الفايد.